المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد بن عبد الله وآله. اللهم صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. رسالة إيمانية نلتقطها من كتاب ربنا جل وعلا من قول الله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى فضاق صدره، ونزل به من الهم ما لو نزل على الجبل لجعله دكا. ودون أن يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، ودون أن يلجأ إلى خالقه يستنجد به مما هو فيه، وصف الله جل وعلا ما ضاق بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم له العلاج في ذلك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كم هي الكلمات التي تقال من أحبابنا وأصدقائنا فتوغر الصدور وتضيق لها الصدور، وتضيق الأرض بما رحبت على أصحابها. هذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصيبني ويصيبك، وأصاب من هو خير منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، حيث قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. لكن الله سبحانه وتعالى أفاض على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الإنسانية جمعاء، عندما قدم العلاج فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح ربك وافزع إلى الله عز وجل وصل ركعتين. كان رسول الله إذا أعياه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ثم أمره الله أن يستمر على ذلك، من باب الوقاية خير من العلاج. فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على ذلك، عندها لا تستطيع الهموم أن تتسلل إلى صدرك، بل تكون حياتك في الدنيا حياة طيبة تشعر فيها بالسعادة والاطمئنان. أسأل الله عز وجل أن ينفس هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.